السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 3 ديال فرض من فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الثالثة، الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، بناء على طلب ديالكم وطلب ديال مجموعة ديال المتتبعين والمتتبعات ديال صفحة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري وكذلك قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قررت انني ندير واحد السلسله ديال فروض المرحله الثالثه الخاصه بجميع المستويات الابتدائيه ان شاء الله، وكنت بديت بالماده النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس والسادس، اليوم المستوى السادس بالنسبه للنشاط العلمي عندي النموذج رقم 3. بعد ما درت النموذج رقم 1 والنموذج رقم 2، اليوم النموذج رقم 3. اللي باقي ما تفرجش في النماذج اللي ديجا لحت في القناه يمشي لا ديسكريبسيون غادي يلقاهم يتفرج بتأني، واللي بغى بي دي اف يتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب اللي غادي يكون عندكم في الديسك. مرحبا بكم. اذا النموذج رقم 3 ديال ماده النشاط العلمي عندي فيه 4 ديال الانشطه كما العاده، 3 ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط واحد باللغه الفرنسيه. نبداو بالنشاط رقم 1 واللي عليه 2 ديال النقط، اصل بخط. عندي هنايا التنافس، التعاون، الافتراس، التطفل، اللي هما العلاقات او التفاعلات الغذائيه الموجوده داخل الوسط البيئي. وهنا عندي التفاعلات البيئيه التي تؤثر سلبا على التوازن البيئي، التفاعلات البيئيه التي تؤثر ايجابا على التوازن البيئي. اذا التنافس اول حاجه خصنا نعرفوا هاد العلاقات الغذائيه، كل علاقه شنو هي كتعني. العلاقه ديال التنافس علاقه بين مجموعه من الكائنات من نفس النوع، واللي كتكون على اما المسكن اما الغذاء، يعني واحد العلاقه ديال التنافس ما بين واحد الكائنين حيين من نفس النوع كيبقاو يدابزوا على ايش، على الماكله ولا على المسكن. التعاون، التعاون هي علاقه منفعه بين طرفين، بحالاش بحال النحله والزهره. النحله والزهره بجوج بهم متعاونين وبجوج بهم عندهم المنفعه، يعني منفعه الطرفين. بالنسبه للافتراس، الافتراس هي العلاقه الاكثر انتشارا في الوسط البيئي، وكتخلص الوسط البيئي من ذاك الكائنات او من ذاك الحيوانات الضعيفه وكذلك المريضه، يعني تخلص جماعه الوسط البيئي من الافراد الضعيفه والمريضة. وبذلك يتم تثبيت أعداد الفرائس لتكفيها فيها المواد الغذائية. بالنسبة لعلاقة التطفل، هي علاقة بين كائن حي يسمى المتطفل وآخر كيتسمى ذاك المضيف، هذاك المضيف هو اللي كيتضرر. إذا دابا نعرفوا شكون هي التفاعلات اللي كتأثر سلبيا على التوازن البيئي، شكون هي التفاعلات اللي كتأثر إيجابيا على التفاعل البيئي. إذا التنافس قلنا كيحدث واحد التنافس او واحد الدباز ما بين جوج ديال الكائنين حيين في نفس النوع على المسكن ولا على الماكل، وهادوما ملي غيتنافسوا غادي يحدث جروح ويقدر يموت واحد فيهم وبالتالي يتضرر الوسط البيئي، وبالتالي هي علاقه او تفاعل بيئي يؤثر سلبا على التفاعل او التوازن البيئي. مزيان، ندوزو للتعاون. التعاون قلنا علاقه منفعه بين الطرفين، اذا هي علاقه تؤثر ايجابا على الوسط البيئي. جزء الافتراس، الافتراس هي واحد العلاقه كتخلص الوسط البيئي من الافراد الضعيفه والمريضه، وبالتالي هي تفاعل بيئي يؤثر على او يؤثر ايجابيا على التوازن البيئي. نزول التطفل، التطفل كاين هي علاقه منفعه لطرف واحد، وبالتالي اذا هي علاقه تؤثر سلبا على الوسط البيئي، بحيث يقدر يحدث واحد الانقراض ديال بعض الكائنات او لبعض الاصناف. اذا التنافس والتطفل هما تفاعلات بيئيه تؤثر سلبا على التوازن البيئي، والتعاون والافتراس هما تفاعلات بيئيه تؤثر ايجابا على التوازن البيئي. ندوزو الان لنشاط رقم 2، انتبهوا معي. نشاط رقم 2، اصنف العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه التي تؤثر على التوازن البيئي لوسط بيئي معين. اذا هنايا عندي مجموعة من العوامل، غادي نصنفوها إلى عوامل طبيعية وعوامل بشرية. طبيعة الحال حنا قلنا بأنه التوازن في وسط بيئي شكون اللي أثر عليه؟ كيأثر عليه عوامل طبيعية يعني من صنع الله سبحانه وتعالى، وعوامل بشرية يعني من صنع البشر، من صنع الإنسان، وهي سلوكات يقوم بها الإنسان وتؤثر سلبا على التوازن البيئي. أولا نبدأ بالصيد الجائر. الصيد الجائر هو الصيد بكثرة، واش هو عامل طبيعي ولا عوامل بشرية؟ إذا هو من عوامل البشرية. إذا الصيد الجائر، الصيد الجائر. التصحر، التصحر هو عامل طبيعي، التصحر
واللي كيتم ملي كيكون ما كاينش الشتا بزاف. ندوزو للصيد الجائر. الصيد الجائر هنايا عندنا بحال كررت الصيد الجائر، هنا هنايا الرعي الجائر، نقصد بناء الرعي الجائر. الرعي الجائر هو عامل بشري، الرعي الجائر. دوزو القنص الجائر. القنص هي عملية القنص، وحنايا كنعرفو بأن القنص عنده واحد الفترات، إذا القنص الجائر هو عامل بشري. القنص الجائر صافي. بالنسبة للفيضانات، الفيضانات هي عوامل بشرية. الفيضانات والجفاف كذلك هو عامل طبيعي، إذا الجفاف صافي. إذا التصحر، الفيضانات، الجفاف من العوامل الطبيعية التي تؤثر على التوازن البيئي لوسط بيئي معين. الصيد الجائر، الرعي الجائر، القنص الجائر، قطع الأشجار إلى غير ذلك، هذه كلها عوامل بشرية تؤثر على التوازن البيئي لوسط بيئي معين. غادي ندوزو الآن لاكتيفيتي 3 كي اون فرونسي، سويفي افيك موا. اونتور لا ريبونس جوست، غادي ندور على الجواب الصحيح. لي بلونت فيرت سون ابلي دي برودكتور كار. لي بلونت فير يعني النباتات الخضراء تدعى منتجة، يعني برودكتور منتجة. علاش كنسميوها منتجة؟ واش حيت elle produisent les fruits حيت كتنتج لنا فواكه او الثمار. elle fabrique leur nourriture كتصنع الغداء ديالها بنفسها. elle vivent dans le sol يعني كتعيش داخل التربه. اذا les plantes vertes sont appelées des producteurs car هي كتسمى منتجه لانها تصنع غداءها بنفسها، وبالتالي les plantes vertes sont appelées des producteurs car elles fabriquent leur nourriture. elles fabriquent leur nourriture. C'est bien. Deuxième نشاط الرابع اللي كيتعلق بصحيح او خطا، انتبهوا معي دائما. اذا اجب بصحيح او خطا، اجب بصحيح او خطا. اذا العبارات عندي جوج ديال العبارات، هنا كانت العباره صحيحه ساكتبه صحيح، واذا كانت خاطئه ساكتبه خطا. التنافس علاقه منفعه بين الكائنين. اذا التنافس هي واحد العلاقه غذائيه تحدث ما بين كائنين، لكن هي ليست علاقه منفعه. وحنا قلنا في النشاط رقم واحد بأن التنافس هو من التفاعلات البيئية التي تؤثر سلبيا أو سلبا على التوازن البيئي. إذن هذه العبارة خاطئة، خطأ. هنايا اللي هي علاقة منفعة بين الطرفين، إذن هي التعاون صافي. تسمى الحيوانات العاشبة بالمستهلكة من الدرجة الأولى. الحيوانات العاشبة تسمى مستهلكة من الدرجة الأولى صحيح، لأنها تستهلك ماذا؟ تستهلك النباتات الخضراء. وحنا عندنا واحد سكسيسيون يعني متتالية، عندنا هنايا نباتات خضراء ياك، اللي كتمشي هنايا حيوانات عاشبة، وهنا ندوزو هنايا حيوانات لحمة، حيوانات عاشبة، حيوانات لحمة. هادي شنو كتسمى؟ النباتات الخضراء كتسمى منتجة ياك. حيوانات عاشبة تسمى مستهلكة من الدرجة واحد، وهنا كتسمى مستهلكة من الدرجة جوج صافي. غندوزو السؤال الثاني في النشاط رقم 4، ترجم الكلمات التالية. هاد الكلمات هادو عندنا كلمة بالعربية غنترجمها للفرنسي، وكلمة بالفرنسية غنرجعها بالعربية. مفترس، دونك مفترس هو بريداتور. لو بريداتور هو المفترس. ميليو مارين اللي هو وسط بحري، وسط بحري مفهوم. وبهذا غادي نكون كملت هاد لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره، الدوره الثانيه، المستوى السادس ابتدائي، ماده النشاط العلمي، وبالضبط النموذج رقم 3. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.